مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. صح فطوركم، صح صيامكم، وربي يتقبل منا ومنكم أجمعين يا رب العالمين. مرحبا بكم فيديو جديد معايا، ونتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. أول حاجة غادي نبدأ لكم بها هي الخبز. اليوم غادي ندير واحد الخبز وغادي نخرجوا منه بزاف صوالح، يعني نديروا منه بيتزا وغادي نديروا منه بزاف عفايس. المهم هنا درت 3 كيلات تاع الفرينة مع كيلة تاع السميد اللي يكون أرطب، درت معاه 3 إلى 4 حبات من الجبن ومقدار نص فنجان أتاي من الزيت، ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة، وغادي نجمعهم بالماء الدافئ في نص العجنة باه يعني كي نحسها ندلكت مليح مليح، يعني في نص دليك غادي نضيف لها الملح، والملح يبقى حسب الذوق. المهم هي راهي تعجن وأنا نبقى نضيف لها في الماء الدافئ بشوية بشوية، ونفس الطريقة اللي نعطيها لكم بالعجنة هي نفسها باليد حتى نتحصلوا على واحد العجينة اللي تكون جد جد طرية وتلتصق باليد. غادي ندهنها شوية بالزيت ونغطيها ونخليها حتى تختمر ويتضاعف الحجم تاعها. بعد اللي اختبرت العجينة عندي، شوفوا ما شاء الله كيف جات، ما شاء الله عليها مشبكة شباك من الداخل. المهم هذه العجينة صالحة لجميع المخبوزات ومن أحسنها، يعني ومن أفضل المخبوزات. وسبقت وشاركتكم بواحد النوعية اللي كنا درنا بها السوفلي، لكن السوفلي نديرو فقط بالفارينة، يعني نفس الطريقة تقريبا لكن نديرو غير الفارينة وحدها. لكن بالنسبة للمخبوزات الخبز ولا كسرة ولا بيتزا ولا نقدروا نضيفوا فيها أيضا السميد. بالنسبة لي قلت لكم قسمت العجينة الى اقسام، منها غادي ندير خبز، منها غادي ندير بيتزا، ومنها غادي ندير واحد الخبيزات هكا صغيرين، يعني مطلوعات صغيرين ولا دي ميني مطلوع، وثاني غادي ندير بهم دي ميني بيتزا. المهم اول حاجه غادي نديروها ان شاء الله هي البيتزا تاعنا. غادي نشكلها ولا غادي نحلها هكا بشويه تاع الدقيق، نرشوها على ولا الفرينه غادي نرشوها على سطح العمل ونحلو واحد شويه شكل اوفال هكا جاي كشغل اوفال وطويل، ومن بعد نبداو نجبدو في الحواشي تاعها حتى نعطوا لها واحد الحاشيه كما حنا نقولوا. غادي نخدموها. المهم هاي الطريقه واضحه في الفيديو. اذا نبقى كيما هكا ندير هذيك الحاشيه توغوتو هكا باش تعطينا واحد الحافه شويه مرتفعه باه كي طيب. كذلك بالنسبه للحشوه ولا بالنسبه للصوص طوماط ولا ما تجينا في الوسط وهذيك الحاشيه تجي مرتفعه هكا وتجي مذهبه ما شاء الله عليها. المهم هنايا غادي نكمل كاع بهذه الطريقه ونجيب الصينيه تاع البيتزا ولا صينيه اي صينيه تدخل للفرن، اذا ما كانش عندكم هادو فاستخدموا صينيه عاديه، حطوا عليها ورقه طهي وخدموا عليها بشكل عادي. المهم هنا غادي نحاول نسويها يعني ونكمل كاع الكميه اللي عندي. بالنسبه للبيتزا انا غادي ندير 4 خبزات بهذا الشكل اللي قلت لكم عليه اوفال. نتوما اذا بغيتوا ديروها مدوره كاع ولا ديروهم كاع دي ميني بيتزا فلكم حريه الاختيار. اما بالنسبه للخبز فجبت العجينه وفتحتها هكا بشكل مستطيل وبديت ندور فيها، يعني رولي فيها كيما نديروا البيسكوي رولي بلا ما نزيروا، يعني خلوها مرخوفه شويه ومن بعد نبلع الاطراف بطرف العجين ونقرصها من التحت، يعني نغلقها كذلك من التحت ومن الجوانب ما نخليهاش مفتوحه، يعني ونشكلها على شكل حربوش. المهم نحاول نرقق هذاك الحربوش من الاطراف ونخليه منتفخ يعني في النص بلا ما نطولوه، يعني خاطركم تقعدوا غير تدوروا فيه غادي يطوالوا معكم لي باغيت بزاف. مهم انا شكلتها فقط على شكل دي باغيت وانتم شكلوها بالشكل اللي بغيتو، مهم انا غير من جانب التغيير لانه ملي بدا رمضان وانا ندير في الخبيزات مدورين اليوم قلت لي ما لا نبدل الشكل، وهذا هو يعني الشكل اللي درته وشرطته هكا بهذوك لي لامجيلات باش يعطيني شكل جمالي اكثر. بالنسبه لهذوك لي لامجيلات فتوجو نشري هكا واحد الباكي ونخليه عندي في المطبخ، نبقى نخدم به غير الخبز ولا نخدم به هكا لي بيتزا ولا الحلوى، المهم يبقى عندي في المطبخ خاص بالمطبخ. المهم هذا هو الشكل تاع الخبز بعد اللي كملته، غادي نغطيه ونخليه يختمر. بالنسبه كذلك لهذوك لي ميني بيتزا فالباقي تاع العجينه اللي بقى لي سرحته وقطعته بهذا القطعه. المهم بالنسبه لهاد لي ميني بيتزا وهذو الاخرين يعني غادي نطيبهم
نقطعهم ونرميهم، يعني نطيبهم غير نص طياب على البياض، ونديرهم في بواط كونجيلاسيون ونحطهم في المجمد، يعني على يوم ولا يومين نلقاهم واجدين عندي. المهم غادي نشارككم ان شاء الله شنو غادي ندير بهم، وكما قلت لكم يعني هذاك اللي غادي نديره كيما اللي ميني مطلوع هكا، لان هذا من بعد غادي نزيد نعاود نحمره في الفرن، فما غاديش يقعد كيما هكا وما غاديش ينتفخ كيما البطبوط. هذه ملاحظه فقط، ما غاديش ينتفخ كيما البطبوط لانها ماشي عجينه تاع البطبوط. المهم هنايا غادي ندير لاصوص تاعي تاع البيتزا فوق هذوك البيتزات، ونحك عليهم شويه تاع الزعتر. بالنسبه للاصوص فسبق لي وشاركت معكم انا نشريها جاهزه من المحل، وهي عباره عن طماطم فقط مطحونه ما فيها حتى اضافات، وانا نزيد ندكها بشويه تاع الملح وشويه بودره الثوم، ونضيف لها الزعتر المحكوك. اما بالنسبه للحشوه تاع البيتزا فلكم كل حريه الاختيار، المهم على بالكم بلي مفيده خطيه البيتزا، يعني انا ما نبغيش هاد البيتزا وتوالح، نديرها فقط على جال وليداتي خطره على خطره. اما بالنسبه ليهم هما كل ما تشهاوها، عندهم واحد الكارني يكتبوا فيه كاع لي روسيت، يعني نعطي لهم انا دي روسيت يكتبوهم ويرجعوا ليهم كل ما احتاجوهم، مثلا بنتي الكبيره هي وخوتها يروحوا يجبدوا هذاك الكارني تاعهم ويخدموا اي وصفه تشهاوها. اما اليوم فقلت لي مالا، بما اني درت عجينه درت ومشيت البيتغا مشيته، فغادي ندير بزاف يعني عجينه كبيره وخرج منها بزاف عفايس، فقسمت هنا واحده درت فيها فقط بالفلفله والمايس وفرماج، واحده زدت فيها الطون على جال الوليدات، ومن بعد دهنت الحواف تاع هذيك الزبده بالزيت ودخلتها على فرن درجه حراره مرتفعه جدا، يعني اقصى درجه حراره عندكم، وخليهم حتى يطيبوا، بغيتهم صفرين ولا بغيتهم حمرين لكم كل حريه الاختيار. المهم هذه هي البيتزا ان شاء الله، وغادي نفوتوا للمرحلة الأخرى. اذا في هذا الاثناء اللي غادي نحط انا البيتزا تاعي طيفة، هذا الاثناء راه عندي الخبز راهو يختمر. المهم بعد اللي خمر عندي الخبز تاعي غادي نجيبه وندير الماء في بخاخ، من الافضل اللي ديروه في هذيك الرشاشه وتبعدوا تفصلوا الورق على بعضها، يعني تبعدوا الخبزات على بعضهم وترشوهم بالماء، من الافضل ترشوهم خير ما تدهنوهم بالماء، لانه هذاك اللي غادي يعطينا هذيك القشره اللي من الفوق وغادي يجيو مقرمشين هكا من الفوق، وكذلك غادي يساعدنا باش يلتصق عندنا هذاك السانوج وندخلو ايضا طيب على درجة حرارة مرتفعة. اما بالنسبه للحريره تاع اليوم فانا غادي نشارككم بعض الحريره تاع الشعير المحمص، المهم تجي لذيذه لذيذه جدا، وهي سهله يعني وتقريبا نفس لاباز مع كاع الحريرات وكاع الشربات. اننا نحطوا مثلا هنايا بقدر حبه من البصل تكون مفرومه ناعم، غادي نزيد معها طريفات تاع الدجاج يعني اللي كان عندكم. انا المهم هادو عندي فقط هذوك العظومه تاع الصدر اللي نقلع منهم اللحم ولا نقلع منهم صدر الدجاج، وعندي هذوك الضلوع اللي بدا ندير بهم الشوربه تاعي. عندي كذلك ملعقة من هذيك الدرسة تاع القصبر اللي سبق لي وشاركتها وخدمتها معكم، مهم عبارة عن قصبر مطحون مع الثوم والتوابل والطماطيس تاع القوطي. المهم هنايا كاع واحد الدرسة مخدومة. غادي نزيد معاها ملعقة من الطماطم المعلبة، ربيطة صغيرة من الكرافس، كيما غادي نزيد معاها الخضار اللي هما حبة بطاطا حبة كورجات حبة طماطم حبة جزر. المهم انا ما عنديش الجزر كملي فدرت فقط كورجات وطماطيس وكذلك بطاطا، غادي نخليهم يتقلاو مع بعضياتهم ومن بعد نولي نتبلهم. بالنسبه للتوابل فاحنا عندنا العقده هذيك راهي متبله، اذا غادي نزيد فقط واحد شويه تاع راس الحانوت شويه تاع الكرويه، غادي نزيد الملح يعني ونمرق عليها بالماء اللي يكون بدرجه الغليان، ونبلع عليها ونخلي كاع هذوك الخضار تاعي حتى يطيبوا هذاك طريفه تاع الدجاج. يمكن تستخدموا لحم كذلك الخروف او العجل ولا الحاشي، الحاشي هو ولد الجمل يعني الجمل هذاك الصغير، يعني يمكن تستخدموا اي نوع من اللحوم. وفي هذا الاثناء غادي نفوت نحمص التشيشه تاعي تاع الزرع ولا كيما يقولوا لها البلبوله ولا كيما يقولوا لها، مهم التشيشه تاع الشعير، فوالا التشيشه تاع الشعير. غادي ندير نص فنجال يعني ونحمصه كيما كتشوفوا في المقلات حتى ياخذ واحد اللون عندي، وصدقوني الرائحه تاعه تجي رائعه جدا، والطعم تاعه في الشوربه غادي يدير واحد الفرق كبير جدا.
بعد اللي طابوا الخضار تاعي كاع طحنتهم كما كنت تشوفوا، يعني هذه هي الحريره تاعي بعد اللي طحنت كاع الخضار وقلعت منهم هذاك الدجاج، قلعت هذاك العواد تاع الكرافس اللي رقصتهم فيهم وطحنت فقط الخضار، ومن بعد اضفت لهم هذيك التشيشه تاع الزرع، وغادي نضيف لهم ايضا هذاك الدجاج اللي فتته ولا هذوك يعني غير شويه شويه يعني اللي كانوا لاصقين في هذوك العظومه، وغادي نخلطهم وخليهم يطيبوا ايضا على نار هاديه حتى نحس التشيشه تاعي طابت. بعد اللي طابت التشيشه تاعي هنا نجيب ايضا ملعقه اخرى من هذيك العقده تاع القزبر اللي درناها، اللي قلت لكم سبق لي وشاركتها معكم، يعني قزبر طحنتها مع التوابل والثوم وكذلك الطماطم المعلبه. مهم هنايا كاع غادي نضيفه في الاخير، هو اللي غادي يعطيني نكهه مميزه، لانه فيه راس الحانوت، فيه الكبابه، فيه الكرويه، يعني فيه توابل رائعه جدا يعني تناسب مع الحريره تاعكم. وهيا لا الحريره تاعنا واجده. في هذه الاثناء غادي نفوت نوجد الطاجين تاعنا، واللي هو شطيطحه غرنوق ولا شطيطحه الغرنوق، هو الرئه تاع الخروف. المهم هنايا تشهينا اليوم في شطيطحه غرنوق، وكان عندي واحد النص هكا تاع الرئه محطوطه عندي في الكونجيلاتور، المهم جبتها اليوم باش ندير بها شطيطحه. كيما شفتوا هنا نحتاج زوج ريسان تاع الثوم يكونوا صغار ولا راس كبير من الثوم محكوك، غادي نحتاج معاه الى شويه تاع الزيت الاولى نحطوها في الطاجين، مغرف صغيره تاع السمن، مغرف كبيره من الطماطم المعلبه، ومغرف صغيره من الهريسه، ومن بعد نفوت نحط التوابل اللي هما البابريكا الحلوه ولا حمار ولا العكريف ولا، وفلفل اسود، شويه تاع راس الحانوت، وشويه كرويه والملح. اما بالنسبه للكمون نفضل انكم ما تضيفوش من دوك، خلوه للاخير. غادي نقلي كاع المكونات ومن بعد نضيف عليهم الغرنوق. بالنسبه للغرنوق تبغوا تغلوه قبل ما تحطوه ولا تحطوه مباشره كيما نحطها انا، المهم بالنسبه لي انا نبغي هكا باش يطلق البنه تاعه والذوق تاعه في لاصوص، خير ملي نغليه ونقيس الماء تاعه نحس روحي قصد كاع البنه معاه. المهم هنايا غادي نقليه مع هذوك التوابل، كي يتقلى عندي واحد الشويه غادي نضيف عليه مقدار زوج كيسان من الماء المغلي وشويه تاع الحمص اللي يكون طايب عندي مسبقا، المهم انا مطيباته من قبل، وعندي كذلك زوج وريقات تاع الرند، ونبلع عليه ونخليه حتى يجمر ويعقد عندي في الاخير كي يطيب نرشه بشويه تاع الكمون كيما درت الان. وبهكا الطاولة تاعي الرمضانية تاع اليوم راهي واجدة ما شاء الله. المهم هذا هو الحاضر، هذا هو الموجود. كيما كنت تشوفوا هنايا حطيت الحريرة تاعي تاع الشعير المحمص، صراحة ريحتها ما شاء الله عليها، ريحة وبنة وطعم ولا أروع. وكذلك البيتزا اللي درتها للوليدات يعني جات كذلك من أروع ما يكون. بالنسبة للخبزات هادو تاوعنا يعني اللي بلا طون خليتهم حتى يتقرمشوا، لأنه الزوج تاعي يبغي البيتزا مقرمشة، أما بالنسبة لوليداتي في يبغوها طريه فخليتها لهم طريه، يعني ما فوتلهاش التحمر وتجي ما شاء الله عليها، قلت لكم يعني تجي رائعه رائعه جربوها. اما بالنسبه كذلك الشطيطحه تاع الغرنوق فجات بزاف لذيذه، رافقتها فقط بالبطاطا مقليه وزدت قليت زوج قرون تاع الفلفل الحار وحطيتهم معها، وسلقت شويه تاع البيض. المهم هذا هو كان فطورنا تاع اليوم. اما بالنسبه للسلطه فكان عندي الحميص فقط، حطيت الحميص يعني وزينته بشويه تاع المخللات يعني شويه الزيتون وشويه لفت. اما بالنسبه لطاجين الحلو فما طيبتش اليوم، كان عندي كونفيتور تاع الصفرجل يعني اللي كنت خادمته في المنزل، صنع منزلي حطيته، وهذا هو الخبز تاعنا يجي رائع رائع جدا. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، وما شاء الله يعني الوليدات اليوم كلاو الخبز لانهم حسوا باللي الشكل راهو مبدل عليهم شويه، يعني ماشي خبزه مدوره لا بدا خبزه مدوره، يعني غير بدلت الشكل درته باغيت، فنتكل الخبز ما شاء الله بارابور الماكله اليوم كلاو الخبز وكلاو بيتزا. المهم بصحتهم، هذه هي كانت طابلتنا تاع اليوم، هذو هما الوصفات اللي شاركتهم معكم، الخبز والحريره والشطيطحه تاع الغرنوق والبيتزا، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم. اما بالنسبه لهذوك الخبيزات الصغار والبيتزات الصغار فغادي نشاركهم معكم في فيديو اخر شا غادي ندير بهم. المهم هذه هي كانت الطاوله تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. وبغيت نعطي واحد فقط واحد رايي في واحد الموضوع اللي سقستني فيه واحد الأخت،
على ملابس العيد مفيده. اسكو غادي تروحي تشري ملابس العيد؟ غادي تكسي ولادك؟ انا غادي نجاوبكم الان، انا ما غاديش نكسي وليداتي للعيد، لاننا مازلنا في كونفينمون، مازلنا في الحجر الصحي، مازال الحاله راهي من سيء الى اسوء. رانا نشوفوا لبده في لا تيلي بلي الحالات راها تزيد يوما عن يوم، وهذا من قله الوعي والاحتكاك بزاف. راني نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي يعني بزاف احتكاك، يعني الغاشي يعني بلا حتى والو. المهم وليداتنا راهم معنا في الدار والحمد لله يا ربي، راهم مكسيين لابسين في دويرتهم يعني الحمد لله، بما انه رانا مازلنا في الحجر الصحي، حتى واحد ما غادي يروح عند واحد. جوامع لحد الان ما كاش الجوامع، ما كاش صلاه العيد، ما كاش عبسه، فانا اعتقد باللي ما غاديش نشري لهم الى الوقت اخر ان شاء الله. المهم هذا كان رايي فقط. تهلوا لي في رواحكم والسلام عليكم.